بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 41 بعد 200. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهب أحزاننا. في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا وسهلا شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيك. بارك الله فيكم وأثابكم الله. عندما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تسأل أم سعد من جدة تقول ما هي طرق تعليم القرآن الكريم وكيف يحقق المسلم هذه الخيرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طرق تعلم القرآن الكريم أن يدخل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم أو يجلس في حلق تدريس القرآن الكريم في المساجد، أو يختار مدرسا مقرئا يجيد القراءة ويقرأ عليه القرآن الكريم. هذه هي الطرق. ثم بعد ذلك إذا قرأه وأتقنه يكثر من تلاوته وترديده، لينال بذلك الأجر العظيم وليثبت القرآن في ذاكرته. نعم نعم، بارك الله فيكم. وما هي الخيرية التي يحققها المسلم من ذلك؟ لا حصر لها، خيرية كثيرة من الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فله بكل حرف حسنة وكل حسنة بعشر أمثالها، وهذا خير كثير. كم حروف القرآن؟ كثيرة، وفضل الله واسع، فيكثر من تلاوة القرآن لينال هذه الخيرية. وأيضا يعلم القرآن إذا تعلم، إنه يعلمه لغيره إذا احتاج إليه، ينال من هذه الخيرية. نعم. أبو عبد الله من الخرج يقول بارك الله فيكم، حينما أعمل عملا خيريا يساورني الشك والرياء في عملي هذا، فما هو الرياء الحقيقي؟ وهل عملي هذا فيه أيضا رياء؟ وما الفرق بين الرياء والقدوة؟ الخوف من الرياء طيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، سئل عنه وقال الرياء. الخوف منه هذا يدل على الإيمان، كان الصحابة يخافونه على أنفسهم، ولكن لا يكون هذا الخوف متجاوزا للحد. يعني بعض الناس يترك الأعمال الصالحة يقول أخاف من الرياء، هذا من الشيطان، فليعمل العمل الصالح ويخلص النية لله عز وجل. فالرياء خطير، ولكن لا يكون خوف الرياء حائلا بين العبد وبين فعل الطاعات، بل عليه أن يخلص. والرياء حقيقته بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. فإذا كان قصد المسلم من العبادة أن يمدحه الناس وأن يثنوا وأن يروه، فهذا هو الرياء والعياذ بالله، وهذا يحبط العمل، يحبط العمل الذي وقع فيه. والسمعة أن يحب الناس أن يسمعوا كلامه وذكره لله، ويسمعوا قراءته للقرآن ويزين صوته من أجل مدح الناس، هذا من السمعة. نعم. أحسن الله إليكم. وهل هناك فرق بين الرياء والقدوة؟ القدوة طيبة، القدوة أن تفعل الخير ليقتدي بك غيرك، هذا ليس من الرياء، هذا من تعليم الخير ومن نشر الخير. نعم. أحسن الله إليكم. انتقل إلى سائل آخر يسأل بارك الله فيكم. مصطفى أحمد من الرياض يقول أنا مقيم في المملكة العربية السعودية، والحمد لله أسمع كثيرا من المحاضرات وكثيرا من الدروس العلمية والدينية في المساجد. يقول ما الفرق بين أن يكون الإيمان والعقيدة والإسلام والإيمان، وهذه الأمور هي التي أحيانا لا أستطيع
نستطيع أن نفرق بينها؟ يا أخي اطلب العلم، شوف أحد المشايخ واطلب العلم عليه، تحفظ متنا مختصرا في العقيدة ويشرحه لك. حضورك للدروس والمحاضرات شيء طيب، ولكن هذا ليس من طلب العلم، لا يكفي هذا، لابد أن تطلب العلم على معلم تقرأ عليه في كتب أهل العلم المختصرة ويشرحها لك ويبينها لك. وإذا أشكل عليك شيئا مما سمعته أو قرأته تسأل أهل العلم يوضحوه لك. نعم. أحسن الله إليكم. إذن الإيمان هو العقيدة يا شيخ؟ الإيمان والتوحيد بمعنى واحد. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر، هذا فهد بن عبد الله الأسعدي من القصيم يسأل، يقول: شخص سيركب الطائرة من أمريكا يوم الأربعاء وسيصل بإذن الله تعالى إلى دولة الأمارات عصر يوم الخميس، بمعنى أن مسيره كله سيكون في نهار ولن تدخل عليه ليلة الخميس، فكيف يصلي صلاة المغرب والعشاء ليلة الخميس وصلاة الفجر يوم الخميس؟ وإذا كان بالتقدير فعلى أي بلد يقدر؟ دام أنه يرى النهار يصلي الظهر إذا زالت الشمس، يصلي العصر بعدها بقدر ما يصير ظل الشيء طوله، بقدر ما يصير ظل الشيء طوله يدخل وقت العصر، وإذا غربت الشمس يصلي المغرب، ويرى الشمس ويقدر الصلوات بهذه المقادير، الظهر ومنتصف النهار والعصر إذا أدبرت الشمس إلى الغرب والمغرب إذا غربت الشمس. نعم. أحسن وهو الله. في الطائرة يراها وهو في الطائرة. نعم. أحسن الله إليكم. وهل هذا ينطبق على الصيام يا شيخ صالح؟ الصيام يصوم كل النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو في الطائرة. نعم. حتى وإن طال عن الوقت. وإن طال عليه الوقت. نعم. إن الله جل وعلا قال: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم. يقول الأخ فهد: اشتريت من شخص سلعة بثمن مؤجل بالريال القطري، ولما حل الأجل سلمته ثمن السلعة بسعر يومها كاملا بالريال السعودي وزودته من عندي من باب الإحسان إليه، فهل يحل ذلك؟ لا بأس بذلك إذا كان في ذمتك دين أن تسدده من نقد آخر. إذا كان في ذمتك دين من نقد معين عند التسديد تسدده من نقد آخر من غير جنسه، يكون هذا من باب الصرف. و إذا أزدته شيئا من غير شرط إنما هو من حسن القضاء هذا شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: بارك الله فيكم، من هم أهل الزكاة وما الفرق بين الفقير والمسكين؟ أهل الزكاة ذكرهم الله في قوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أصناف في هذه الآية. والفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية، والمسكين هو من يجد أكثر الكفاية وليست تامة عنده، وهما بمعنى واحد، إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، إذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين، وإذا ذكر المسكين وحده دخل فيه الفقير. نعم. سؤاله الآخر يقول: هل يجوز للوالد أن يدفع من زكاة ماله لتسديد دين ولده؟ لا، الزكاة لا يسدد بها الدين، ولا يعطي الوالد زكاته لولده، ما تحل زكاة الوالد لولده ولا العكس، ولا زكاة الولد لوالده، ولكن إذا سدد دينه من باب التبرع، الولد معسر ولا يستطيع السداد وسدده من باب التبرع والإعانة له فلا بأس. نعم. السائل محمد من الرياض يقول: بعض الأحيان يطرأ علي شك في بعض الأمور الشرعية، فهل من علاج له في الكتاب والسنة؟ الشك لا تلتفت إليه، والوسواس لا تلتفت إليه، إذا كنت متوضئا وشككت في الحدث فإنك تبقى على وضوئك لأن اليقين لا يزول بالشك، وإذا كنت لست على طهارة وشككت هل توضيت الأصل بقاء الحدث فتتوضأ وهكذا. نعم. لكنه يقول: من شرع في الوضوء ثم شك هل نوى أم لا، فهل يستمر بالوضوء أم يعيده؟ كان هذا من باب الوسواس فيتركه ويرفضه، لأنه ما جاء وجلس عند الماء واغترف إلا وهو ناوي للوضوء، فعله هذا يدل على النية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل حفظكم الله: ما هي السبع الموبقات ومن أبتلي ببعضها ماذا يعمل؟ السبع الموبقات: الشرك بالله وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم
والزحف وقذف المحصنات الغافلات وشهادة الزور وقول الزور. نعم، فهذه موبقات بمعنى مهلكات، وعلى من وقع في شيء منها أن يتوب إلى الله عز وجل، والله جل وعلا يتوب على من تاب من الكبائر وغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. أبو بدر من الخارج يسأل يقول: هل يجوز قراءة ترجمة معاني القرآن الكريم إلى بعض اللغات كالفرنسية والإنجليزية وغيرها؟ الذي لا يحسن العربية يقرأ من الترجمة، وأما الذي يحسن العربية فيقرأ بالعربية، والحمد لله، لأن القرآن نزل باللغة العربية وتفسيره يكون باللغة العربية للعرب، وأما من لا يقدرون على فهم اللغة العربية فيترجم لهم، ولو تعلموا اللغة العربية لكان هذا أحسن. نعم. أحسن الله إليكم. أم مشعل من الرياض تقول: هل تقضى الرواتب إذا فات وقتها؟ لا تقضى إلا راتبة الفجر، فإنها تقضى بعد الفجر أو تقضى من الضحى. نعم. هل ورد دليل على تغيير المكان لأداء السنة بعد صلاة الفريضة؟ ما جاء دليل في هذا، إنما الإمام هو الذي ما يصلي في محل الفريضة لئلا يوهم الناس أن الفريضة لم تنتهي، أما غيره إذا سلم من الصلاة وأتى بالأذكار المشروعة فإنه يقوم ويأتي بالنافلة في مكانه أو في مكان آخر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا مصري مقيم في المملكة يقول: من أدى العمرة في أشهر الحج في شوال مثلا، هل تلزمه العمرة في مع الحج، وهل عليه فدية كما نسمع؟ لا تلزمه العمرة، تكفي العمرة الأولى، إذا حج بعدها في هذه السنة يكون متمتعا، يكون عليه الفدية، فدية التمتع، إلا إن كان من أهل مكة، إن كان من أهل مكة فليس عليه فدية. نعم. لكن الشيخ، من أدى العمرة وخرج خارج مكة إلى الرياض مثلا ثم عاد وقت الحج، إذا رجع إلى بلده. نعم. ورجع للحج صار مفردا، لأنه فصل بين الحج والعمرة بسفر، وأما إذا بقي في مكة أو خرج مسافة قريبة فهذا لا يؤثر، لا يقطع التمتع. نعم. أحسن الله إليكم. أبو معاذ يقول: هل تشترط الطهارة في سجدة التلاوة، وما هو اللفظ الصحيح لهذه السجدة؟ الصحيح أن ما تشترط، لأن سجود التلاوة ليس بصلاة، وإنما هو عبادة مستقلة، ويقول فيها ما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، ويكررها ثم يدعو فيقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي وعظمي ومخي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره، اللهم اكتب لي بها أجرا واجعلها عندك لي ذخرا واحطط عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود. هذا سنة. نعم. سؤاله الآخر يقول: متى يسجد لله سجود شكر، وما صفته، هل يشترط له وضوء؟ سجود الشكر مثل سجود الصلاة، يسجد على جبهته على الأرض ويقول: سبحان ربي الأعلى، وهو يكون عند تجدد النعمة أو اندفاع النقمة، تجدد النعمة أو اندفاع النقمة عنه أو عن المسلمين، له أو للمسلمين، فيسجد شكرا لله عز وجل، ولا يشترط له وضوء كما في سجود التلاوة. نعم. سؤاله الآخر يقول: ما هي صلاة الاستخارة، وهل يقال دعاء الاستخارة إذا صلى الإنسان تحية المسجد أو الراتبة؟ صلاة الاستخارة ركعتان من غير الفريضة كما في الحديث. نعم. ويقول الدعاء الوارد بعدما يسلم، يدعو بالدعاء الوارد في الاستخارة. نعم. نختم الأسئلة من أسئلة الأخ بسؤاله عن صلاة التسبيح أو التسابيح. هذه بدعة، صلاة التسبيح هذه بدعة، لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعضهم حاول تصحيح حديثها فهو ليس بصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا محمد صديق مقيم في المملكة يقول: ما حكم صلاة الركعتين ليلة الزواج عند الدخول على الزوجة؟ لا بأس بذلك، يصلي ركعتين ويدعو الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يجعلها مباركة عليه، هذا من فعل الطاعة، ويؤثر أيضا خيرا عليه وعلى زوجته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هي أوقات النهي وعن تحية المسجد قبل صلاة المغرب، هل تكون قبل الأذان أو بعده؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. أوقات النهي من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وعند استوائها في وسط السماء على الرؤوس حتى تزول إلى جهة الغرب، وبعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، هذه أوقات النهي. بقية السؤال: وعن تحية المسجد قبل صلاة المغرب، هل تكون قبل الأذان أو بعده؟ تحية المسجد ما لها علاقة بالمغرب، تحية المسجد إذا دخلت المسجد وأردت الجلوس فيه فإنك تصلي ركعتين، يستحب أن تصلي ركعتين، قوله صلى الله عليه وسلم:
وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: بارك الله فيكم، إني قتلت طير وقططا خطأ وتبت إلى الله، فماذا علي الآن؟ ليس عليك شيء. نعم. متى يجوز قتل المؤذي؟ يجوز قتل المؤذي من الطيور ومن الحيوانات دفعا لشره، وأما ما ليس فيه أذى فلا يجوز قتله. نعم. نعم، بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: حفظكم الله، أنا مصري مقيم في المملكة العربية السعودية، وأرغب منكم توضيح ما هو الطلاق البدعي والطلاق السني. البدعي ما خالف السنة، ما خالف السنة ما هو بدعي، والسني ما وافق السنة. والطلاق السني أن يطلقها واحدة طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، هذا السني. وطلاق البدعة يكون في العدد بأن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة، ويكون في الزمان بأن يطلقها وهي حائض أو وهي نفساء، أو يطلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها. نعم. السائل أبو عمار مقيم في المملكة أردني يقول: أنا الحمد لله محافظ على الصلوات مع الجماعة والنوافل وقراءة القرآن والأذكار، لكن ابتليت ببعض العادات السيئة والمخلة في ديني، بارك الله فيكم، هل هذا يؤثر على صحة صلاتي وعقيدتي؟ ما ندري ما هي هذه الأشياء المخلة، لكن عليك التوبة، باب التوبة مفتوح، توب إلى الله من هذه الأمور، من تاب تاب الله عليه. نعم. أم عبد الله تقول: عندي ولد وبنت، وحتى الآن يمكن بلغوا من العمر 10 سنوات، ولم أذبح العقيقة، ولكنني مديونة، هل يجوز أن أذبح للولد شاه واحدة أم لا بد من 2؟ العقيقة في حق الوالد، أبوهم هو الذي يذبح العقيقة، هذا هو السنة. نعم. بارك الله فيكم. هذا يقول: ما حكم المحادثة بين المرأة وخطيبها قبل عقد النكاح وقبل الزواج؟ لا بأس بذلك إذا لم يكن فيه إثارة وليس فيه مغازلة، وإنما هو لتفاهم فيما بينهم، لا بأس بذلك، ويكون هذا تكون محجبة إذا لم يعقد عليها، ولا يخلو بها أيضا، ما يخلو بها، ولا تكون سافرة، ولا يكون الحديث هذا مما يثير الشهوة. نعم. والأخت نورة تسأل تقول: الفتنة أشد من القتل، ما المقصود بذلك؟ فتنة في الدين، صرف الناس عن دينهم أشد من قتلهم والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو عبد الرحمن يقول: يوجد عندي عامل ومرتبه الشهري نحو 2000 ريال، وذكر لي أنه مديون ب15,000 ريال ولم يستطع سدادها، وطلب مني أن أعطيه من الزكاة، وأنا متحرج، وهو إنسان محافظ على الصلوات، فما حكم إعطائي من الزكاة له؟ إذا كان مسلما وأنت تثق به بخبره وهو عاجز عن سداد الدين كما يقول، فأعطه من الزكاة لأنه مستحق. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: أنا مسافر 10 أيام في غير بلدي، وسفري هذا محدد بتاريخ ذهاب وعودة، هل يجوز أن أقصر وأجمع الصلوات؟ في الطريق ذهابا وإيابا تقصر الصلوات، في الإقامة إذا قمت أثناء السفر أو في البلد الذي أنت ذاهب إليه أكثر من 4 أيام فإنك تتم الصلاة ولا تقصرها. نعم. سؤاله الآخر يقول: أنا مريض ولا أستطيع الموالاة في الطواف والسعي، هل لي أن يكون هناك توقف بين أشواط الطواف وأشواط السعي؟ لا بأس بذلك، إذا أنك تفصل بين الأشواط في السعي أو في الطواف لأجل الراحة ثم تعود وتكمل، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر، أبو أنس من جدة يسأل حفظكم الله، يقول: هل يجوز في حق الأشخاص الذين يعتقدون أنهم بحاجة إلى الزكاة، وأنا أعلم أن حاجتهم غير ملحة، فهل يجوز لي أن أعطيهم من الزكاة؟ إذا لم تتحقق من حاجتهم النفقة أو من الدين الذي عليهم وهم لا يستطيعون تسديده، إذا لم تتحقق أو يغلب على ظنك أو تثق منهم، إذا وثقت منهم لأنهم أهل ثقة فأعطهم من الزكاة إذا كانوا عاجزين عن النفقة أو عن سداد الدين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل ونختم بسؤاله في هذه الحلقة، أبو راشد يقول: ما حكم الجمع بين صيام 10 ذي الحجة وقضاء شهر رمضان؟
رمضان المبارك بنية واحدة. ما يصلح هذا، صوم رمضان أولا، يكمل صيام رمضان ثم يصوم عشر ذي الحجة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في الختام، هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.